وللحديث أكثر عن الصراع السياسي والجدل الدائر بشأن انتخابات مجالس المحافظات ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل. حياكم الله أستاذ بهاء، وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ بهاء. بداية، بعد أن كان الجدل حول قانون انتخابات مجالس المحافظات وما شابه من تعديلات مثيرة للجدل حقيقة، أصبح الجدل الآن على توقيت إجراء هذه الانتخابات. يعني السؤال بداية، لماذا هذا الجدل، ولماذا أيضا ترفض بعض قوى الإطار التنسيقي إجراءها خلال العام الجاري؟ نعم، في البداية الإطار التنسيقي يعاني حاليا من تصدع كبير داخل الأركان بسبب الخلافات اللي كانت أساسا موجودة ما قبل تشكيل حكومة السودان وما بعد أثناء تقاسم المناصب أثناء تشكيل الحكومة. هذه الخلافات تطورت الآن وطفت على السطح بصورة أكبر نتيجة فهم التحالف اللي موجود ما بين هذه الكتل. ترى دولة القانون بقيادة المالكي بأنه الإطار التنسيقي هو تحالف انتخابي جرى في وقت محدد وانتهى إلى ما بعد الانتخابات، وبالتالي هم يحاولون الدخول، أنا أقصد دولة القانون تحاول الدخول إلى انتخابات مجالس المحافظات بقائمة منفردة. هذا ما لم تحسب له باقي الكتل الصغيرة الحساب، ووجدوا أنفسهم الآن في موقف لا يحسدون عليه، إنهم لا يمتلكون تلك الإمكانيات التي بإمكانهم منافسة دولة القانون أو قائمة فتح أو كتلة النصر أو غيرها. هذه الكتل الكبيرة قد لا يمكن الفصائل الصغيرة أو الكتل الصغيرة أن تنافس الانتخابات، لذلك يحاولون قدر الإمكان تأجيلها لحين تهيئة الظروف المناسبة التي تناسبهم طبعا من أجل هذه المشاركة في هذه الانتخابات، عكس الكتل الكبيرة التي هي مهيئة تماما للمشاركة في هذه الانتخابات. يعني تم حل مجالس المحافظات ثم جرى الحديث عن إعادتها مرة أخرى، والآن أصبح الصراع على تأجيلها أو لربما تجميد إجراء الانتخابات عليها. يعني هل هو تخبط برأيك أم أن هناك ما هو أبعد من ذلك لربما؟ لا، هو حل مجالس المحافظات كان واحدة من مطالب ثوار تشرين، لذلك كان لابد الحكومة من الرضوخ لمطالبات الجماهير، لأنه الجميع يعلم بأن مجالس المحافظات هي بؤرة الفساد المنتشر في الدولة العراقية. يعني أساس الفساد اللي موجود في كل محافظة يبدأ من مجلس محافظته، وبالتالي كان هنالك ضغط شعبي في تشرين من أجل إلغاء مجالس المحافظات، وهذا اللي حصل. لكن الآن بعد أن سيطرت القوى الإطارية على جميع مفاصل الدولة برعاية أمريكية من دون تخوف من أحد ومن دون أن يضع حساب لأي جهة كانت داخل العراق، لذلك يعني يريدون إعادة مجالس المحافظات، تعاد مجالس المحافظات إلى عملها سابقا، وتعاد نفس الدائرة التي كانت تدور من حيث العقود الوهمية والمشاريع الوهمية، وتعاد سرقة الأموال كما كانت ما قبل 2019 قبل ثورة تشرين. هذا اللي هم كانوا يضعون له ألف حساب، موضوع يعني إلغاء مجالس المحافظات لأنها قد تؤثر كثيرا على مواردهم المالية، وبالتالي هم الآن يعني أمامهم كل الحرية من أجل إعادة مجالس المحافظات، إعادة الانتخابات، أن يتقاسمون ما هو باقي من الحكومة من وزارات ومناصب. الآن يتوجهون نحو مجالس المحافظات يتقاسمون ما تبقى منه. أستاذ خليل، يعني برأيك هل الجدل بالأساس هو حول قانون الانتخابات الذي اعتمد المحافظة كدائرة واحدة بدلا من نظام الدوائر المتعددة الذي كان معمولا به؟ لا، هو أكثر من خلاف موجود، يعني أكو أكثر من خلاف. واحد من عندهم هو موضوع قانون الانتخابات وسان 1.7، هذا أيضا يؤثر على الكتل الصغيرة. الآن بعد أن قررت الكتل الكبيرة أن تدخل بقوائم منفردة، أصبحت الكتل الصغيرة تقريبا فرصتها معدومة بالفوز بمقاعد داخل مجلس المحافظة، داخل مجلس كل محافظة. هذه واحدة من الأسباب، لأنه سانتيغو الجميع يعلم بأنه يظلم الكتل الصغيرة بصورة كبيرة، وفي نفس الوقت يستفيد منه الكتل الكبيرة لأنه راح تدخل بأكثر من قائمة. بعض الكتل السياسية تريد الدخول بأكثر من قائمة، وبالتالي يصبح لديها فرصة أكبر حسب قانون سانتيغو بأن تأخذ مقاعد أكبر. أيضا الخلاف اللي ذكرت لحضرتك أنه كانوا متفقين على الدخول بقائمة واحدة كإطار تنسيقي، الآن بعد عزوف دولة القانون
وكتلة النصر وغيرها من الكتل انه الكبيره انه تدخل بقائمه واحده مع اصرار دور المالكي على الدخول بقائمه لوحده. هذا الامر ايضا اربك حسابات الكتل الصغيره، وبالتالي اصبحت الان في وجه المدفع قد تخرج خاليه الوفاض من انتخابات مجالس المحافظات، وهذا ما ينذر بخطر كبير من زياده تصدع الاطار التنسيقي وممكن ان يتفتت في الوقت الحاضر. يعني هنا السؤال الحقيقي، هذا الخلاف الدائر بين الإطار التنسيقي نفسه في الداخل وبين مكوناته، يمكن أن يفكك المشهد السياسي الهش بالأساس، أم أن الأمور لربما لن تصل لهذه الدرجة لدرجة التفكك؟ لا، قد يتفكك الإطار التنسيقي، لكن أن يؤثر على حكومة السوداني هذا أمر مستحيل، لأن الحكومة السوداني مدعومة أمريكياً وإيرانيا في نفس الوقت. يعني هنالك اتفاق بين أمريكا وإيران على دعم حكومة السوداني، وبالتالي تشتت الإطار التنسيقي يعني أنه الكتل الكبيرة هي من ستنفرد بالقرار داخل الإطار التنسيقي وداخل الحكومة، وبالتالي الكتل الصغيرة لن تستطيع أن تفعل شيء، حتى لن تستطيع أن تواجه الكتل الكبيرة طالما أنه إيران هي مع حكومة السوداني وأمريكا مع حكومة السوداني، وفي نفس الوقت يدعمون هذه الحكومة بكل قوة بإمكانهم أنه ينهون أي خلاف ممكن أن يحدث ما بين الكتل الصغيرة وما بين الكبيرة. لكن أن يؤثر على حكومة السوداني لا أتوقع ذلك، لكن ممكن أن يتصدع الإطار من الداخل ويتفكك، ممكن بالانتخابات المقبلة، يعني انتخابات المجلس النيابي، انتخابات النيابية، ممكن أنه لن نشاهد إطار تنسيقي بالانتخابات المقبلة، لكن هذا الأمر لن يؤثر حاليا على حكومة السوداني طالما هي كما ذكرت لك مدعومة أمريكيا وإيرانيا. تفكك الإطار هل سيؤثر بشكل مباشر على وضع العراقيين أم ماذا؟ لا، تفكك الإطار لن يؤثر على العراقيين، لأنه أساسا العراقيين ما محصلين بس الأذية من الإطار، يعني الكل يعرفها أنه القرارات اللي تم اتخاذها حتى الآن لم يجد المواطن منها أي شيء ممكن أن يغير من واقع المأساوي اللي يعيشه حاليا. تفكك الإطار لن يؤثر على المواطن بشيء، بالعكس قد يجلب بعض البصيص من الأمل للمواطن العراقي بأنه ممكن أن يكون هناك تغيير حقيقي أو حتى انتخابات مبكرة في المستقبل، لأنه الوضع الآن الحالي للمواطن هو أكثر عتمة مما كان عليه ما قبل تشكيل الحكومة، وبالتالي لم يتغير شيء داخل يعني حياة المواطن العراقي، بل بالعكس ممكن الإطار يعني يبعث نوع من الأمل للمواطن بأنه ممكن أن يحصل أي تغيير. ما أثر حل مجالس المحافظات على الخدمات التي من المفترض أن تقدم للمواطن العراقي برأيك؟ حل مجالس المحافظات، يعني هي مجالس المحافظات حتى قبل موضوع حل مجالس المحافظات أو تعطيل مجالس المحافظات أيام ثورة تشرين لم يتغير شيء بالنسبة للمواطن البسيط، لأنه هذه المجالس هي كل ما تفعله عقود وهمية ومحاولة لسرقة أموال البلد بهذه العقود، وبالتالي لا يجني المواطن أي فائدة من ما يجري. المواطن خلال السنوات الماضية درس بدون مقاعد دراسية، درس على الأرض، عاش سنوات طويلة من دون سلة غذائية أو حصة تموينية، افتقد للخدمات الطبية، افتقد للتعليم المرموق أو النظامي، افتقر لفرص العمل، افتقر للمشاريع، مشاريع البنى التحتية، كل هذه كان مفتقرها حتى في وجود مجالس المحافظات، وبالتالي فإن إلغاها لم يؤثر شيء على المواطن العراقي، لأنه أساسا هي واجبها فقط أنه يعني تكون لديها فرصة لاستنزاف أموال البلد من خلال صفقات الفساد، هذا ما تقوم به مجالس المحافظات. نعم، أيضا بالنسبة للخلافات، يعني تحدثنا عن التصدع وتفكك الإطار التنسيقي وتأثيره على المواطن العراقي، ولكن هذه الخلافات واستمرار الصراع كيف يؤثر على الوضع المعيشي للعراقيين الذين كما تعلم يعني يعانون أصلا من ظروف معيشية قاسية؟ نعم، هو أي فوضى بالبلد تؤثر على المواطن، لأنه هذه الحكومة الآن تحاول من خلال السفيرة الأمريكية القيام ببعض المشاريع الاستثماراتية لإدخال الاستثمار الأمريكي والشركات الأمريكية إلى العراق، وبالتالي محاولة الحيازة على كل المشاريع الاستثمارية التي ممكن
تنفذ داخل العراق. لكن الآن بهذا الوضع مع وجود الخلافات، هذا راح يعطل المشاريع الاستثماراتية، وبالتالي يقلل من فرص العمل للمواطن اللي أساسا هو يبحث عنها وينتظرها، وأيضا ممكن أن يؤدي إلى تردي الحالة الأمنية والحالة الاقتصادية داخل البلد، ومعناه أن هذه الخلافات ممكن أن تزيد من أزمة المواطن اللي يعيش يعني حياته اليومية، وبالتالي تزيد من مشاكله الداخلية من داخل العائلة باعتبار أنه غير قادر على توفير لقمة العيش، وبالتالي ممكن أن يؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع مستوى خط الفقر، ارتفاع تكلفة المعيشة، أيضا موضوع الدولار ومشاكل الدولار واللي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أيضا سيضيف عبء على المواطن، وبالتالي هاي الخلافات اللي الآن تحاول السفيرة الأمريكية السيطرة عليها هي كلها من أجل استثماراتها، لكن المواطن ينظر إلها على أساس أنه هي ممكن أن توفر فرص عمل وبالتالي ممكن أن تنقذ من الواقع المزري، لكن واقع الحال يقول أن الموضوع غير كذلك، وممكن أن هذه الاستثمارات تكون يعني ذات مردود عكسي على المواطن بدل من أن تكون ذات فائدة. طيب في ظل ما تحدثنا عنه من تضاؤل لربما فرص الأحزاب الصغيرة والكتل الصغيرة في يعني انتخابات مجالس المحافظات، وفي حال أيضا يعني تفكك الإطار، هناك أحزاب صغيرة لن يكون لها حظ في العملية السياسية، هل لربما هذا ينبئ بنشوء لربما يعني معارضات قادمة للحكومة في بغداد؟ لا، هذه الفصائل والكتل السياسية وخصوصا اللي داخل الإطار التنسيقي هذه لها مرجع أساسي تتصرف كما تؤمر، لا يمكن لها أن تتصرف أي تصرف وإلا ستحل عليها لعنة قائدها أو مؤسسها، هذا يعني يبتعدون عنه قدر الإمكان، هم بالعكس يحاولون قدر الإمكان إرضاء الجانب الإيراني من خلال إطاعة أوامره، من خلال تحركاتهم اللي ترضي قاآني وترضي السفير الإيراني في العراق، وبالتالي يبقون على المشهد السياسي. أما أي حركة ممكن أن لا تقنع طهران أو لا ترضي طهران ممكن هذه الفصائل أن يتم التخلي عنها، وبالتالي ستواجه مصيرا من معارضة الفصائل الأخرى الكبيرة وأيضا من الحكومة ورد فعل الحكومة، على اعتبار أنه السفيرة الأمريكية مثل ما ذكرت لحضرتك هي تحاول إنشاء مشاريع استثماراتية داخل العراق، لذلك يهمها قدر الإمكان أن يكون الوضع الأمني مستتب، لذلك سيضربون أي محاولة لأي معارضة. أما إذا كانت معارضة سياسية داخل البرلمان فهي لن تغير أي شيء، لأنه أساساً كتلة إدارة الدولة كتلة كبيرة أصبحت مع تحالف الأكراد والسنة مع الإطار التنسيقي أصبحوا كتلة كبيرة جدا، لذلك لا يمكن لهم عرقلة تبرير أي قانون أو قرار داخل مجلس النواب، لذلك في كلتا الحالتين لا ليست في مصلحة الكتل الصغيرة، ولذلك عليها استرضاء الكتل الكبيرة قدر الإمكان من أجل أن تكسب ما تكسبه في انتخابات مجالس النواب. إذا كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل، شكرا جزيلا لك.